بسم الله والحمد لله والله أكبر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وين ذكر نعمة؟ هنا لسانيا سور ساتوراسيون أكثر من بحالة الإشباع، قرعنا يقول العام بالكلام البايع والعمل الخبيث والنية المقلوبة. يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الله يتكلم، فقد أنعم الله عليهم مرارا. أما وقت اللي زادوا التفنن في المعاصي مسخهم الله، فكان منهم القردة والخنازير. اليوم اللي يدعون أنهم من الأمة، أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، هم أسوأ من القردة والخنازير. قد الرسول ونقي نبنيه، واحنا على ما عاشه بني اسرائيل في القديم وما يعيش عليه الجماعات فيها، راوا لي ربي من ظلمه هما اشر من القرد والخنزير. حتى حد ما يعتبرهم بشر، بل يستعملهم للضحك على اتقانهم قرد وخنازير. لا القرد فيه خير عموما، خير لذاته او لجماعته، ولا الخنازير فيها عند العالمين بحالها ولا فيها ما يجملها عند العالمين بها. يعني كما يقول العام اسحاق واشر من اسحاق، وهؤلاء يدعون انهم الامه ويصلون اكثر من سواهم وينفقون في سبيل الله، هم ينفقون مراءاه للخديعه فقط، لكن الله يعلم ما طوت عليه ذواتهم المريضة. نعود إن شاء الله تعالى الشريط الآتي إلى نفس الآية بحول الله تعالى.